رحلتي مع القرآن وأنا سني 3 سنين. وأنا سني 3 سنين بدأت أروح الكتاب. كان طبعاً الوالد حريص على تعليم حفظ القرآن الكريم، مع العلم أنه كان يعني يعلم عن القرآن مثل أي يعني زي أي مسلم في القرآن والدين والإسلام هكذا. فيعني خدني وداني الكتاب، كتاب زمان أيام بقى السبعينات وأيام التسعينات، كتاب زمان. فدخلت الكتاب عند فضيلة الشيخ سيد أحمد حمد وأنا 3 سنين، طبعاً طفل لسه بدأت يدوبك أنطق الحروف. فكان والدي حريص أنه هو يعتبر أول بداية لي في نطق الكلام هو كتاب الله أو كلام الله، كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فكان هو حريص أنه هو أول حاجة أن أنا أقرأها هي القرآن الكريم. فبدأت أتعلم، بدأت أمسك القلم أكتب الحروف. وكان دايماً الشيخ حريص في بداية ما احنا تعلمنا القرآن أن احنا دايماً نكتب القرآن، أن احنا دايماً نكتب القرآن ودايماً نكتبه بالتشكيل. كان دايماً من الفكاهة الفكاهيات بتاعت الشيخ دايماً عشان لما نيجي نكتب القرآن نكتبه من غير تشكيل. فكان دايماً يقول يعني ما ينفعش أن احنا نشرب الشاي من غير شاي، ما يسماش شاي. فكذلك القرآن بالتشكيل لازم يكون فيه تشكيل. بدأت مهمتي مع القرآن بإني أروح الكتاب الساعة 6 صباحا أذهب للكتاب. كان من بعض الطرائف برضو إن إحنا بنبقى عندنا رهبة من الشيخ وخايفين من الشيخ. بداية ما ندخل الحارة بتاعت الشيخ أو بداية ما ندخل الشارع بتاع الشيخ كان يحصل مغص في البطن خوفا من الشيخ. يعني أكيد طبعا الشارع ما بيبقاش فيه مرض أو حاجة، بس خوفا من الشيخ ورهبة من الشيخ واحترامنا ليه وأدبنا ليه. فكان بتبدأ بطنها تمغص من دخولنا الحارة بتاعت الشيخ لحد ما نوصل ونقعد تحت منه ونسمع ونبدأ تسميع للقرآن. طبعاً بدايتي مع القرآن الموضوع زي أي طفل عايز يجري، عايز يلعب، عاوز إنه هو حياته دايماً فيها لهو ولعب. فكنت عايز أبعد عن القرآن زي أي طفل، مش عايز حاجة تبقى مؤيداه، حاجة تبقى مسكاه. لحد طبعاً ما كان الوالد بارك الله فيه، ربنا يبارك له، طبعاً دايماً كان حريص على حفظ القرآن. لازم هتتعلم القرآن، إحنا ما ورناش حاجة غير القرآن، مش هخليك تتعلم أي علوم تانية غير القرآن، أهم حاجة عند القرآن. اتعلمت القرآن اعمل ما شئت، افعل ما شئت. فطبعاً سنة والتانية والتالتة عانيت مع الحفظ كتير، لأن أنا كنت عايز ألعب زي أي طفل، لحد ما ربنا وفقني وبدأت أمشي يعني أروح للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. رغبتي عايزة تخليني أن أنا أروح هنا وهنا وهنا، يمكن الشيخ ده ألاقيه لين عن الشيخ ده. لكن طبعا إحنا كان الكتاب بتاع زمان كان الشيخ ليه رهبة وليه شدية، فكان غصب عن الواحد لازم هيحفظ لا مفر ولا محالة. فكان دايما أن إحنا عايزين نفر من الشيخ بسبب الشدية، وفعلا بالفعل الشدية هي اللي علمتنا ان احنا نحفظ القرآن ونخلي ان القرآن هو الدين بتاعنا او دستورنا. لحد ما ربنا كرمني وانا عندي 13 سنة حفظت القرآن وختمت القرآن، ومن هنا بدأت نقطة الصعوبات الأكثر. بعد ما ختمت القرآن وانا عندي 13 سنة، طبعا الوالد ما عندوش الفكر ان هو هنعمل ايه، او مثلا بعد ما حفظ او ختم ايه اللي هيحصل. فطبعا بدات انا انسى القران. كنت تقريبا في تاني اعدادي او تالت اعدادي، بدات انسى القران. مثلا اذهب مع اصدقائي يمينا ويسارا، دخلت المجال بقى في اللهو واللعب، خلاص شاب بقى، بدأت مثلا في مرحلة الشباب. فبدأ اللهو واللعب مثلا يزيد عندي، عندي فضول أكتر، أدور على أكتر من مجال، سواء مثلا لعب الكورة أو أي هواية تانية، إن أنا أبعد عن القرآن. فبالفعل أنا يعني بعدت عن القرآن، وكانت دي مرحلة صعبة جدا معايا في القرآن. للأسف الشديد نسيت القرآن، نسيت القرآن، وهي دي النقطة الصعبة اللي بدأت أبدأ من عندها.